الهدف من هذه التظاهرة هو أولا خلق فضاء للمستفيدين لتعريف بمنتجاتهم، بتعريف بما هو ما قدمته الوكالة لهذه المستفيدين من في مجال كل ما هو متعلق كما قلت الخدمات الغير مادية، هي كل ما هو التكوين وهذه الخدمات المتعلقة بالمعارض والصالونات، وكذلك الخدمات المالية التي جعلت لهم فرصة لتطوير نشاطهم المحلي. بالنسبة لبرنامج تمكين، هي خدمة جديدة تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرن المصغر، لأن الوكالة كانت تقوم بمرافقة طالبي القروض وطالبين المرافقة الذين يتوجهون مباشرة للوكالة، ولكن برنامج تمكين هو له توجه خاص آخر، هو توجه نحو الشباب الذين لم يتقربوا للوكالة عن طريق العمل الجواري الذي يخدم المواطن، وكذلك الشباب الذين لم يتقربوا وتعرفوا على الوكالة. سوف يتم تكوين 900 مرافق كما قلت في إطار التعاون مع المكتب الدولي للشغل، سيتم مرافقتهم وتكوينهم في مجال المقاولاتية، في مجال مرافقة هذا العمل الجواري لأنه له أسس ونظم لتأطير هذه المبادرة.